صلاة التكفير الملائكي. بسم الله الأب والابن والروح القدس إله واحد آمين. ملاك الرب بشر سيدتنا مريم العذراء فحبلت من الروح القدس. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة النعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين. قالت مريم للملاك: ها أنا أمة الرب، فليكن لي حسب قولك. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة النعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين. الكلمة صار جسدا وحل فينا. السلام عليك يا مريم يا ممتلئة النعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح. يا قديسة مريم يا والدة الله، صلي لأجلنا نحن الخطأ الآن وفي ساعة موتنا آمين. تضرعي لأجلنا يا والدة الله القديسة لكي نستحق مواعيد المسيح. نسألك اللهم أن تغطل نعمتك على عقولنا حتى أننا نحن الذين عرفنا تجسد المسيح ابنك ببشارة الملاك نبلغ بواسطة آلامه وصليبه إلى مجد القيامة بالمسيح ربنا آمين. المجد للآب والابن والروح القدس كما كان في البدء والآن وعلى الدوام وإلى دهر الداهرين آمين.